اتفضل معتز قابل تليفونه كمان. لا الحكايه دي فيها ان انا لازم اضع حد للموقف ده. طب سعادتك رايح فين؟ رايح اجيبه من قفاه. انا هعمل جروب هسميه لا للرياضه، وانا هعمل جروب هسميه لا للبنات، وانا هعمل جروب لا للرجيم. انا بقى عندي فكره جروب جامد جدا. ايه؟ لا للحشيش. ايوه يا مستر دانيال، الحكايه طولت قوي. انا نفذت كل الشروط، ده انا حتى غيرت اسم المجموعه للمصريه الامريكيه. انت عارف يا مستر دانيال، انضمام المجموعه لبرنامج المعونه هيفرق كتير قوي في التوسعات الجديده اللي انا عاملها. خلاص خلاص خلاص، اوكي خد وقتك، ادرس الاوراق زي ما انت عايز. انا جالي فكره جروب اجمد من الاولاني. ايه؟ لازم نرجع للحشيش. دي احسن فكره جروب اتقالت النهارده. بقول لكم ايه، تعالوا نغير المود. قلت ايه؟ تعالوا نغير المود. اسم جروب ابتنازينا ده مش اقل من 500 منبر. تعالوا نغير النشيد الوطني. أم كل سلطان، أم كل سلطان. بابا سلطان هو جاي تزورنا. أم كل سلطان زمانك. بابا في حاجة يا بابا؟ يا برودك يا أخي، مفتاح مكتبك معاك؟ إيه؟ أه معايا طبعا. بابا ايه ده؟ ايه الدخان ده؟ ده بخور. بخور؟ يا معلم هو ده بقى البخور؟ اه بخور مغربي. اه ووصل كام المغربي دلوقتي؟ القرش ب 100، وممكن اخدمك في الكميه. متحششوا يا ولد. خد هنا. وتاني قدرت تخدعني وتجرح قلبي تنساني، وانا جنبك وانا جنبك، وليه فكرت ترجع لي؟ مالكوا ضاربين بوز ليه على الصبح؟ الواد هيثم السيس واكل الجو كله. ما كانش حته شريط عمله. شايف؟ لامم كل الكاوتش حواليه. بغرام اقول لك مش هكون يوم. انا اللي يهمني فرده واحده بس من الكاوتش ده كله. يا ما جاتش ولا ايه؟ جبنا في سيره القط. اول ما امسك شعرك كلمني على الموبايل. يارا يارا هاي، فكرت في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ احنا وز ولا ايه؟ رامي صعبه اخر حاجه اني ابقى الجيرل فريند بتاعتك. طب بالنسبه للبونوتيل اللي عملته ده،
ما حركش فيك اي مشاعر؟ لا. طب والجيتار الكهرباء ده ما هزكيش من جوه خالص؟ الو، ايوه يا حمائي. وبعدين بقى كل شويه زن زن، ما قلت لك خلاص اللحن بتاعك بقى بدل ما تديل بعرور. سلام حمائي. رامي على فكره انت في الشر اخر حاجه، باي. برضه هتروح للواد الكنزه ده؟ ده واد سكسك وملزق ورخم رخمت السنين. سكسك وملزق؟ رامي انت فالجر اخر حاجه. ها برنس الجيل، عملت ايه؟ الظاهر مفيش فايده، لا الجيتار نافع ولا البونيتيل نافع. اعمل لها ايه دي؟ احقن سيليكون؟ ها يا جماعه هتيجوا بالليل؟ هنيجي فين بالليل يا ما تلم نفسك؟ الله بقى يا رامي، قصدي هتيجوا ريو؟ يارا عامله حفله سبعينات اخر حاجه، فكره فانكي خالص، الجو كله سبعينات وهيعجبكم قوي. وبكام بقى لا شيكو التيكت بتاع الحفله دي؟ ب 200 جنيه بس. ها هتيجوا؟ ها هتيجوا؟ ها ها هنيجي. سبعينات سبعينات، لما نشوف ايه اخرتها معاه. مين ده هنا؟ ده رامي. وعامل في لفه كده ليه؟ اصله رايح حفله. البنطلون ده بتاعي. It's now or never. Come home.